أعطيك معلومة ما حد يعرفها. تفضل. عارف الأهرامات كانت سعودية ولكن السيل جرفها وداها مصر. عارف؟ المعلومة ما حد يعرفها ترى. الأهرامات أصلها سعودي، كانت في المملكة ومياه المطر هي اللي جابتها مصر. ده كلام بيقوله شاب سعودي بأن الأهرامات أصلها سعودي. بس يا ترى إيه قصة الكلام ده؟ وليه الناس في موسم الرياض فرحانين بالأهرامات اللي بنوها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الأهرامات المصرية مزغللة عين الكل، واحدة من عجائب الدنيا السبع والكل نفسه يكون عنده زيها. تاريخ وحضارة بتتكلم عن نفسها، معروف للجميع إن اللي بناها هم أجدادنا الفراعنة المصريين. بس دلوقتي في فيديو منتشر لشاب سعودي بيقول قال إيه إن الأهرامات دي في الأصل سعودية، والأكتر من كده إنه قال إنها كانت في السعودية أصلاً. متخيلين بيقول إيه؟ طب إزاي الأهرامات دي جت مصر يا عم السعودي؟ حكى الشاب إن المطر الكتير والسيول في السعودية هي اللي حركت الأهرامات، جابتها مصر. أيوة قال كده فعلا، وقال كمان إن دي معلومة ما يعرفهاش حد غيره. طب منين جاب المعلومة دي؟ هنا بقى اتضح إن الشاب السعودي أصلا كان بيهزر، لأن رد على الشاب اللي سأله السؤال ده وضحك وقال له إنه جايب المعلومة من جيبه، بيهزر يعني معاه، وإن كل الحوار ده على سبيل التهريج مش أكتر. اللافت بقى إن في عدد كبير من المصريين على السوشيال ميديا فهموا كلام الشاب السعودي غلط، ما عرفوش إنه بيضحك وبيهزر معاهم، ما خدوش بالهم من آخر جملة ليه في الفيديو الأصلي للواقعة، افتكروا إنه بيتكلم بجد وقعدوا يضحكوا على الكلام. بس الغريب أكتر إن في من الجمهور اللي أكد فعلا كلام الشاب السعودي وشايفوه إنه بيتكلم صح، مش هزار ولا حاجة، وإن الأهرامات في الأصل سعودية، وإن السعوديين الأوائل هم اللي بنوا الأهرامات وكمان أبو الهول، بس بنوها في مصر عشان الجو هناك في السعودية والأرض ما كانتش مناسبة يعني لبناء الأهرامات. متخيلين قالوا إيه؟ دلوقتي بعد ما عرفتوا حكاية الشاب السعودي وكلامه عن الأهرامات المصرية، يجي الدور بقى عشان أقول لكم إيه اللي بتعمله المملكة العربية السعودية حالياً في الأهرامات المصرية. والحقيقة إن الأمر ما يخفاش على حد، السعودية حالياً بتحاول تستنسخ شكل الأهرامات المصرية، وعملت نسخة تشبه ليها هناك في منطقة البوليفارد، وأطلقوا على المنطقة دي اسم مصر في إشارة يعني للحضارة المصرية، وبكده أي مواطن سعودي نفسه يشوف الأهرامات المصرية يقدر يروح المنطقة دي ويشوف بعينه نسخة جديدة من الأهرامات. عملوا كل حاجة علشان المجسمات بتاعتهم هناك تشبه الأهرامات بتاعتنا، وكمان عملوا أبو الهول وحوطوا المنطقة كلها برمال من كل الجهات علشان تشبه أكتر لمنطقة الأهرامات المصرية. تفتكروا ممكن المجسمات دي تقلل من عدد زيارات السعوديين للأهرامات المصرية؟ طب هل الأجانب هيفضلوا زيارة السعودية عن مصر بعد ما عملوا نسخة الأهرامات دي؟ طب من رأيكم إيه اللي هيميز الأهرامات المصرية عن أي نسخ تانية شبيهة ليها في العالم؟ مستنيين مشاركتكم وتعليقاتكم. نعم.